بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقيه تهنئه الى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه ذكرى تحرير سيناء واكد رئيس مجلس النواب ان يوم الخامس والعشرين من ابريل يحمل ذكرى غاليه وفخرا لكل مصري ويذكرنا دائما ببطولات قواتنا المسلحه الباسله وعبقريه الدبلوماسيه المصريه في الدفاع عن حقوق مصر ورفع العلم المصري فوق ارض سيناء الحبيبه كما توجه المستشار جبالي بالتهنئه للشعب المصري مسلمين ومسيحيين بمناسبه قرب حلول عيد تحرير سيناء وعيد العمال وعيد القيام المجيد وشم النسيم